مش خايف من تكريس الحكم العسكري في ظل لو يعني ايه فرضيه ان يكون في يعني مؤامره لتكريس الحكم العسكري او لتلميع بعض الشخصيات العسكريه في المركز العسكري؟ لا مش في مؤامره، دي خطه علنيه. خطه علنيه اصبحت واضحه. يعني مناوشات متفق عليها مسبقا يعني؟ لا انهي المناوشات دي؟ لا انا ما بتكلمش بالذات على هذه الاحداث. لا انا هذه الاحداث ربما اضرت بصورة المجلس، اعتقد لن تفيده. ولا ماذا تقصد؟ في هل في اخبار ربما حدثت في الساعات الاخيرة؟ لا الانتخابات تتأجل تاني والحكم انتقال الحكم السلطة الحكم المدني يتأجل بضرورة لا شيء يعلو فوق صوت المعركة. لا استطيع ان اربط ما تقوله عن مؤامرة بما حدث امس واليوم. الموضوع لسه سيتكشف، هذه احداث ستتكشف في الساعات القليلة القادمة. لكن عموما لا، الفكرة موجودة بغض النظر. بقاء العسكريين في الحكم فكرة أصبحت تراودهم، وهناك تباطؤ ملحوظ في تسليم السلطة لأن حتى الآن لم يحددوا موعد الانتخابات. ولو كان في أواخر نوفمبر كما يدعون فهيقعد شهر ونص، يعني إذا مر سنة ولم نحقق المرحلة الأولى من نقل السلطات، بينما كان المفروض 6 أشهر وكان المفروض سنة. إذا التباطؤ أصبح واضحا، وبالتالي هذا ليس لا يمكن أخذه بحسن النية. وخلال التباطؤ ده هم يريدون إدخال تعديلات في الدستور تعطي صلاحيات أكبر للجيش في التدخل في النظام السياسي. فحتى بالضبط، فحتى إذا خرجوا من السلطة لا يخرجون تماما، يظلوا مسيطرين عليها من الخارج. فبالتالي هذه مسألة مؤكدة، وحتى بغض النظر عن أحداث أمس واليوم كان يرد دائما على المتبنين التصويت بلا في الاستفتاء الأخير إن أنتم عايزين تطولوا الفترة الانتقالية أو فترة وجود المجلس العسكري كحاكم ومستحقق السلطة. تقولوا نعم، يعني كان مروجوا نعم، كان مروجوا عايزين الجيش يرجع لسكناته سريعا. صح، ما حصلش، يعني تساوى الأمر في الآخر. مظبوط، حصل. بس عشان كده انا بقول لو كنا اتفقنا كلنا مع بعض ان احنا نخلص منهم بسرعه وبعدين احنا نتفاهم على الدستور بعدين، فهذا صحيح. لكن الجيش او المجلس العسكري استثمر هذا الخلاف بتاع الدستور اولا والانتخابات اولا، لان ده حصل بعد الاستفتاء ما خلص كمان، هو اللي استغله من اجل مد السلطه فترته في السلطه. فعموما اللي نتفق الان إن المدنيين يعجلوا بانتهاء المجلس العسكري بأسرع وقت ممكن، والمدنيون قادرون على التفاهم مع بعض بصورة أسهل، ومفيش وجه للقلق إطلاقا. إذا كان المطلوب هو ضمان الحريات أو ضمان تداول السلطة أو تضامن حقوق المواطنة، لا أعتقد أن يكون هناك خلاف بيننا وبين التيارات الإسلامية وبين أي كل التيارات الأخرى. فأرجو أن نتفق على الإسراع من الخلاص من العسكريين بأي وسيلة. فأنا كان لي نفس الملاحظات على أسبقية الدستور قبل البرلمان، لكن بما أن الاستفتاء مشي هكذا نحن نريد إذا وجد برلمان مدني سيكون هو الذي سيناطح المجلس العسكري ويقول له اذهب أنت وقتك مع السلامة، يضغط عليه يكون في رأسين للدولة. أما الآن ما عادش فيه رأس عسكري فقط ورأس غير شرعي. فدي يعني ده سبب أن أنا كنت مع نعم ان احنا ننفذ التسليم السلطه في الجانب التشريعي، وينبني عليه تاسيس تشكيل حكومه من المجلس. هيقولوا ان الحكومه ما لهاش كل الصلاحيات، هتكون حكومه قوتها من الشارع، بدل ما احنا جايين واقفين كده بنمثل الشعب تبقى معانا حكومه. لما يكون في حكومه قاعده في مجلس الوزراء جايه من عند من برلمان منتخب تبقى قوية ولا لا؟ تقدر تواجه المجلس العسكري ولا لا؟ لما هي اللي تنزل تعمل مليونية تبقى ليها يعني احنا عايزين ندخل في مرحلة الشرعية القانونية والدستورية عشان نبطل الشرعية الفعلية اللي انتزعها المجلس العسكري واحنا سلمنا له بيها مؤقتا. احنا عايزين ننهيها، يا اما ننهيها بانتفاضة مسلحة عليه، يا اما ننهيها بنقل سلطة سريع. فاحنا اخترنا محدش بيختار الخيار الدموي الاول، احنا اخترنا الضغط على المجلس من اجل الانهاء السريع. هو يراوغ فنعود لانفسنا لنتحد من جديد ونقول له انت قلت في نوفمبر ما تأجلش تاني بقى، وقول لي
امتى بقى كام نوفمبر، حتى اللحظه ما قالش يوم كام نوفمبر.